بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه رسالة خطية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح أمير دولة الكويت شقيقة تتضمن دعوة سموه للمشاركة في أعمال المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السابعة والثلاثين والتي تستضيفها مملكة البحرين خلال شهر ديسمبر المقبل وقام بنقل الرسالة سعادة الشيخ خليفة بن حمد الخليفة سفير مملكة البحرين لدى دولة الكويت، وذلك خلال استقبال سمو أمير دولة الكويت له بقصر بيان صباح اليوم